تعبر عن معاناة الإنسانية اللي حوالينا. أنا لما نشوف المعاناة اللي حوالينا أعتقد إن زي ما يسرا قالت السينما عليها رسالة إنها توصل المعاناة دي بطريقة راقية، بطريقة مظبوطة، بطريقة محايدة، من غير ما نبقى بناخد أي جانب سياسي، بنبص فقط على الإنسانية. لو عرفنا نتجرد من السياسة ونبص على الإنسانية، يعني اللي يتقتل على الجانب ده أو يتقتل على الجانب ده نحزن لوفاته بغض النظر عن مين المخطئ ومين المصاب. ما نقدرش غير إن إحنا نقول أكتر من كده، إحنا عايزين المهرجان ده يبقى متميز في الناحية دي. أنا متفائل جدا لأن إحنا جربنا سنة الكوفيد زي نزع 40 سنة غزة السنة اللي فاتت وكده، فأعتقد إن الفن ممكن يستمر والحياة تستمر يعني، ونبقى إن شاء الله يبقى مهرجان ناجح وسعيد. ويا ريت بس الأخ عمرو يعني يبعت لنا جدول الأفلام كله، لأن كل سنة أنا بتوه عشان ألاقي الأفلام اللي معروضة، وأنا راجل مدمن سينما يعني، أنا بتفرج على فيلمين في اليوم أفريج قبل ما أنام، وزهقت لأن كل الأفلام اللي على الستريم بالتعادة وشفتها 4 مرات. فيا ريت يعني تبعت لنا الجدول السنة دي. شكرا.